السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي موضوع جديد. هذا الموضوع كيسولوني عليه بزاف ديال الناس في الفيسبوك وفي الانستغرام، وبغيت نقول لكم حتى نتوما اي تساؤل كان عندكم واي حاجه ما عرفتوهاش وبغيتيو تسولوني عليها، دخلوا عندي الانستغرام ديالي، راه بنفس الاسم ديال القناه. انا غادي نخلي لكم الرابط في التعليق، واي سؤال طرحوه عليا تما راه كنكون تقريبا اونلاين نهار كامل، يعني غادي نجاوب على اي سؤال بالزربه. نبداو باول حاجه، هي فوقاش كيكون الهامستر مستعد للتزاوج؟ يعني فوقاش كيبلغ الهامستر؟ الهامستر كيبلغ من 28 يوم حتى لشهر، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا نزوجوه في هذاك السن، هذا غلط كبير. ما يمكنش اننا نزوجوه وهو عنده قل من 4 اشهر، لا بالنسبه للذكر ولا بالنسبه للانثى. يعني افضل سن لتزاوج الهامستر هو ملي يوصل 4 اشهر وما فوق. تحت ال4 اشهر كيكون غلط، خاصه عند الانثى، حيت ما كتقدرش تتحمل الحمل وما كتقدرش تتحمل الولاده، وبالتالي كتموت او لا كيتزادوا الوليدات ناقصين او لا مشوين، او لا هي اصلا ما كتعرفش كيفاش تتعامل معهم، وسواء كتاكلهم سواء كتخليهم حتى كيموتوا. داكشي علاش من الاحسن نخليوها حتى توصل 4 شهور عاد باش نزوجوها، وكذلك حتى الذكر، غير هو الانثى اكثر حيت هي اللي كتحمل وهي اللي كتولد، يعني هي اللي كتعذب وما كتقدرش على هذوك الوليدات. وشحال من انثى ديال الهامستر كتموت حيتاش حملات في سن صغيره. انا كنت خديت واحد الانثى كانت صغيره شويه، وكنت جبتها حامله من عند مولاها، والنهار اللي غادي تولد فيه هي كتولد وماتت. ممنوع نهائيا اننا نزوجو الهامستر الانثى في اقل من 4 اشهر. شوفوا هاد المسخه عاوتاني كيفاش ردت حالتها، عرفتي كترد شعرها مع هي بيضة كترد شعرها، ما نعاودش ليكم كتوسخو، ما عرفتش باش، ما عرفتش السبب باش. وملي كيتوفروا عندنا هاد الشروط اللي هما ذكر بالغ وانثى بالغه، يعني اكثر من 4 اشهر، هنايا كنجيبو واحد القفص اللي كيكون الحجم ديالو ما كبيرش بزاف باش ما كيهربوش من بعضياتهم. احسن حجم يكون في القفص هو 40 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، وفي الارتفاع 30 سنتيمتر، هذا هو الحجم المناسب للتزاوج. او لا اذا كان عندنا شي قفص متوسط، مهم هو ما يكونش كبير بزاف او ميم طون ما يكونش صغير بزاف، قفص متوسط وصافي كما كان عندكم، سواء عند البلاستيك او ديال الزاج، مهم القفص اللي عندكم نتوما كتوفروا عليه. وغير غير هذاك القفص ديال الحديد، هذاك من الاحسن بلاش، هذاك اللي ديال بحال ديال الطيور، من الاحسن هذاك بلاش. بحال هذا القفص ديالي انا، هاد الحجم هذا مناسب جدا للتزاوج، يعني باش هكا ما يهربوش من بعضياتهم، وكذلك راه كافيهم بجوج، يعني راهم متسعين فيه. وواحد الملاحظه اللي هي مهمه بزاف، هي اننا ما نجيبوش الهامسترات عند بعضياتهم، يعني بجوج بهم نديوهم لشي قفص اللي هو ماشي ديال الانثى وماشي ديال الذكر، يعني نجيبو لهم قفص جديد عليهم بجوج، ما نحطوش الانثى عند الذكر او لا نحطو الذكر عند الانثى. يعني من الاحسن اننا نجيبو قفص يكون جديد عليهم بجوج، حيتاش اذا جبتي الانثى عند الذكر او لا الذكر عند الانثى كيبقاو كيضربوا، كل واحد كيحاول يدافع على المنطقه ديالو. ولكن فاش كنجيبو لهم واحد جديد عليهم بجوج، يعني بجوج بهم يلاه كيحاولوا يستكشفوا المكان. ولكن اذا اضطرينا اننا نجيب واحد فيهم عند الاخر، يعني ما عندناش قفص زايد، فهاد الحاله ممكن اننا نجيبو الانثى هي عند الذكر ماشي العكس، يعني ما نجيبوش الذكر عند الانثى. انا كنحاول نشرح لكم بالتفصيل اون ديتاي، وكنعاود الهضره باش هكا تفهموا احسن. وبالنسبه للوقت المناسب للتزاوج، الهامسترات كتتجدد عندهم الرغبه ديال التزاوج كل 3 4 الى 5 ايام، داكشي علاش خاصنا نخليوهم مع بعضياتهم حوالي اسبوع، باش هكا كنتاكدوا انه تم التزاوج. واذا ما لاحظناش انه مثلا تم واحد التزاوج، نقدروا نخليوهم حتى
10 ايام، وفي حاله اننا في هذه المده هذه اللي هما مع بعضياتهم لاحظنا ان الانثى بدات كتضرب الذكر وكتحاول انها تهجم عليه ولا كتضربو يعني بزاف ديال المرات بزاف ديال المرات، ديك الساعه نعرفوا انه راه تم الحمل. داكشي علاش الانثى كتحاول تقتل الذكر، حيت ما كتبغيهش يبقى معها مديرونجيها، كتبغي تقتلو. يعني اون فوا نشوفوها كتضربو بزاف ديك الساعه نحيدوه هو ونخليوها بوحدها. واهم ملاحظه مهمه بزاف هي اننا ملي يلاه نحطوهم مع بعضياتهم في القفص نشوفوا واش ما كيضربوش بعضياتهم. يعني اذا لقينا انهم كيضربوا البعض كيضربوا بعضياتهم لواحد الدرجه اللي هي كبيره لدرجه انهم يقدروا مثلا يجرحوا بعضياتهم يسيل الدم ولا شي حاجه، ديك الساعه نفرقوهم ونبقاو كل نهار نحطوا الذكر مع الانثى شويه، مثلا نهار نحطوه 5 دقائق، نهار نحطوه 10 دقائق، نهار نحطوه 15 دقيقه، باش هكا كل نهار كيتالفوا كيتالفوا حتى ما يبقاوش يضربوا، عاد نهزوهم ونخليوهم بجوج في قفص واحد. واذا كانوا عندنا مثلا هذوك الاقفاص ديال الطيور مثلا جوج، نحطو واحد حدا واحد، وكل هامستر نحطوه في قفص ونقربوهم حدا بعضياتهم باش يتوالفوا، ونخليوهم هكاك شي سيمانه عاد نجمعوهم في قفص واحد. حتى هاد الطريقه راها زوينه، ولكن اذا ما توفروش لينا مثلا هذوك الاقفاص نبقاو نجيبو غير الانثى عند الذكر، وكل نهار نحطوها مع شويه، هاد النهار نحطوها مع شويه، وغدا شويه، وبعد غدا شويه، صافي حتى نوليو نخليوها معاه ونخليوهم حتى تولي تضربوا او حتى يتم التزاوج. ديك الساعه ملي تولي تضربوا نفرقوهم على بعضياتهم، حيت ديك الساعه غتكون الانثى حامله وكتبغي تبقى بوحدها، وفي حاله ما اذا خليناه معها راها غادي تقتلو حيت كتكون عنيفه بزاف. واذا مشات حتى ولدات وهي كاينه معاه في القفص وما شفناهاش وما رديناش البال، راه هذاك الذكر كياكل ليها وليداتها كاملين. داكشي علاش اون فوا يتم الحمل نفرقوهم. وكنتمنى تكونوا استفدتوا، حيت هذا الموضوع كما قلت لكم سولوني عليه بزاف، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا خديتوا المعلومات اللي خاصكم. واي حاجه ما فهمتوهاش صيفطوا لي في الانستغرام وانا راني غادي نجاوب على كل شيء. وبسلام عليكم اصدقائي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.